التغير في المواقف الدولية سواء الأمريكية وحتى أوروبيا بعد التحركات الفردية لبعض الدول الأوروبية، اليوم نحن نشهد دعوة لإقامة قمة أوروبية تدعو لوقف إطلاق النار بقطاع غزة. مدى تأثير هذا على مجريات الأمور؟ صباح الخير، أحييك وأحيي الفريق العامل في قناة الغد وكل من يشاهدنا ويتابعنا، خاصة من الذين هم في طور القبض على الجمر في هذه الأيام العصيبة. الأهم، هناك أيضا ضغوط دولية، واضح هناك تآكل دولي في دعم إسرائيل ودعم هذه الحرب التدميرية. هناك أيضا خفوت في الضوء الأخضر الأمريكي، لم يعد كما كان، ومن الواضح أن كلام بايدن لأول مرة ضد حكومة نتنياهو واعتبارها الأكثر تطرفا، والخلاف بين الطرفين حول مستقبل غزة ما بعد الحرب ومجيء سوليفان ليحدد الأمور مع الجانب الإسرائيلي، يعني أن هناك عد عكسي بدأ لإنهاء ما يمكن أن نسميه مرحلة الوتيرة العالية من الحرب. قرأت لسوليفان بإمعان تصريحاته، هو يتكلم عن أنه إذا انتهت الأمور اليوم ستبقى هناك معارك، بمعنى سيكون هناك سماح لإسرائيل بعمليات توغل، بعمليات معينة، أي أننا أمام إمكانية من الآن إلى آخر شهر يناير القادم بأن تنتهي هذه المحنة، ولكن الثمن سيكون كبيرا لأن الضغط سيزداد خلال هذه الفترة على خان يونس وعلى رفح. الضغط سيزداد وهذا كله لا يؤشر بالخير، بمعنى أو بآخر بالرغم مما يبدو في الظاهر أنه خلاف بين أمريكا وإسرائيل، هي مسألة مقرونة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية التي لها وزنها في هذا الموضوع، وبايدن يحاول التوازن ما بين دعمه الاستراتيجي لإسرائيل وبين بعض المواقف مثل هذه المواقف التي يجب أن تقترن بالأفعال لتكون حاسمة. كما تفضلت، يعني الأفعال، يعني التصريحات الأمريكية لم تقترن بعد بأفعال كما تفضلت، لكن اليوم وفي ظل هذا الزخم الدولي أوروبيا، هل يمكن اليوم أن تشكل الدول الأوروبية أوروبا ضغطا على الولايات المتحدة كونها دول حليفة لها، فبالتالي ربما تترجم الولايات المتحدة تصريحاتها أفعال؟ يعني حتى اللحظة بالرغم من تصريحات شجاعة من وزير الخارجية الأوروبي إلى رؤساء وزراء إسبانيا وبلجيكا، مواقف مهمة من إيرلندا والبرتغال وغيرها، مواقف مهمة حتى عند بعض اليسار الفرنسي والبريطاني، لكن الأهم أنه ليس هناك موقف أوروبي موحد. سنرى إذا كان في القمة القادمة سيكون هذا الموقف الموحد. في جلسة مجلس الأمن الدولي لاحظنا أن فرنسا هذه المرة صوتت مع قرار وقف إطلاق النار الشامل والسريع على عكس بريطانيا التي امتنعت. الموقف الألماني يجب علينا مراقبته لأنه كان هو العائق لتوحيد موقف أوروبا حول طلب وقف إطلاق نار. ربما الآن هذا الوضع الإنساني الضاغط سيتيح لإسبانيا التي ترأس الاتحاد الأوروبي دوريا أن تلعب دورا أكبر في الدفع نحو هكذا قرار، وإذا صدر هكذا قرار أوروبي نعم سيسهم في المزيد من تآكل الدعم الدولي لإسرائيل، وسيكون رسالة للولايات المتحدة الأمريكية كي تزيد من ضغوطها، لأنها هي الوحيدة القادرة على ممارسة ضغط جدي على إسرائيل، لأن هناك شراكة، كأن هناك غرفة عمليات مشتركة بين الجانبين. هذا الموقف من الداعم إلى الشريك في هذا العدوان بحسب يعني المراقبين حتى اليوم، يعني في هذا العدوان على قطاع غزة، هو ما دفع بايدن للمطالبة نتنياهو بضرورة تغيير حكومته؟ يعني بالطبع علينا ألا ننسى قبل 7 أكتوبر لم يكن هناك من أي ود بين نتنياهو وبايدن، كان هناك مقاطعة، وأصلا بايدن التقى بنتنياهو في نيويورك ولم
يستقبله في البيت الأبيض، لأن هناك دعم كبير أو كان هناك علاقة خاصة بين نتنياهو وترامب، وهذه الحكومة الأكثر تطرفاً من إسرائيل كانت تثير قلق الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها حسب رأيهم ستفكك إسرائيل، وهي بالفعل كانت من عوامل الفشل الإسرائيلي في 7 أكتوبر. ولذا الآن من أجل استمرار دعمه لإسرائيل يشترط نتنياهو، يشترط بايدن عدة شروط، ومن هذه الشروط بالطبع مسألة الحكومة وتشكيلتها، ومسألة أيضا مستقبل غزة، وفي مسألة الحكومة مستقبل نتنياهو وراءه. عندما تنتهي الحرب نتنياهو ليس له مكان، ربما في السجن، وربما يكون هناك حكومة أقل تطرفا في إسرائيل. هذا هو الرهان الوحيد الواقعي الذي يفتح فرصة للسلام والاستقرار، وإذا بقي الوضع في إسرائيل على حاله سيكون هذا الصراع طويلا ومكلفا. لكن حتى الآن يعني يبدو من غير الواضح وهناك ضبابية بشأن متى قد تنتهي هذه الحرب، وهذا هو السؤال الكبير، السؤال الجوهري. علينا أن نقارن هذه الحرب بحروب أخرى في العالم. هذه الحروب يمكن أن نسميها حروب لا تنتهي. لاحظوا معي، أوكرانيا بدأت في شهر فبراير 2022، الأرجح أنها ستتجاوز عامها الثاني في فبراير 2023. وهناك حروب أخرى، حروب يعني أو عمليات تمرد من ميانمار. لكن هنا دكتور خطر، يعني هي أظن يعني كيف يمكن أن نقارن يعني الحرب الأوكرانية وروسيا بما يجري من عدوان على قطاع غزة؟ يعني الحروب عادة تكون بين جيشين نظاميين. لا أقول مقارنة، نفس المقارنة صعبة، لكن أعطي أمثلة عن المدة الزمنية. بالنسبة للمقارنة، حرب غزة أيضا يعني حماس تحولت إلى جيش منظم، هي ليست فقط فرقة عسكرية عادية، لكنها ليست جيش جيشا نظاميا، عندها أسلحة، تابع لدولة، يعني هي تبقى جيدة. حركة وعتادها ربما يعني يعتبر لا شيء أمام عتاد الجيش الإسرائيلي. يعني بالطبع حماس هي تدافع عن أرضها، تدافع عن بيتها، كما الفصائل الفلسطينية الأخرى. هذا هو فارق كبير. وهناك مسألة الحيز الجغرافي، 360 كيلومتر مربع كل قطاع غزة. هناك بالطبع لا يمكن لإسرائيل، متفوقة فقط في سلاح الجو، لكن إذا نظرنا إلى المسائل الأخرى، رغم كل الأجهزة الإلكترونية ورغم كل الرصد الاستخباراتي وسلاح المدرعات، مسألة السيطرة صعبة جدا، وتعترف إسرائيل بأن سيطرتها فوق الأرض والسيطرة تحت الأرض صعبة جدا في قطاع غزة. لذلك كل هذا يطيل أمد الحرب، يطيل أمد الحرب، لأن إسرائيل طرحت أهدافا غير واقعية، يعني طرح إنهاء حركة حماس غير واقعي، وربطه بمسألة إطلاق سراح الرهائن ومسألة من يحكم غزة مستقبلا، كل هذا غير واقعي. وإصرار أيضا حركة حماس الآن والفصائل الأخرى على ربط إطلاق الرهائن كما يقال بمسألة وقف إطلاق النار الشامل، كل هذا يدلنا على أننا في صراع صعب أمام بين أطراف أيضا لها حساباتها، أي أن الطرف الإسرائيلي له حسابه الوجودي، وحركة حماس لها حسابها الوجودي أيضا. طيب، زيارة مستشار الأمن القومي المرتقب سوليفان ويعني تصريحاته بشأن الجدول، تحديد جدول زمني لهذه الحرب. أعتقد أن الجنرالات في إسرائيل سيستمعون جيدا لسوليفان، ولكن وحسب خبرتي الميدان هو الذي يقرر. إذا لاحظت إسرائيل مثلا حسب تحليلها أو تقييمها أنها بعد 4 أسابيع أو 6 أسابيع أنجزت ما يمكن أن تعتبره قسما كبيرا من أهدافها التكتيكية، أقول كما سمى ذلك وزير الدفاع الأمريكي، إنجازات
تكتيكية لا أقول كبيرة جدا يمكن عند ذلك أن توقف الحرب. أركز ستوقف الحرب ذات الوتيرة العالية كما هي اليوم، لكن الحرب بالمعنى الأوسع ستستمر، وهذا الذي سيفعله سوليفان، سيطلب الوقف الوتيرة العالية. لكن من هنا كما قلت الأسابيع القادمة ستكون أكثر وحشية وتدميرا وصعوبة، لأن إسرائيل ستركز من خلالها على ما تعتبره مراكز قيادة وتمركز لحماس في خان يونس ورفح. سيكون كل الضغط لإبعاد الفلسطينيين إلى أقصى زاوية من رفح، وهذا سيزيد الضغط أيضا على الحدود المصرية الغزاوية، وسيطرح أيضا تحديا كبيرا حول التهجير أو الترانسفير، كل ما حكي منذ بدايات هذه الحرب. طيب بالنسبة لطرح أن يعني بعد فشل إسرائيل في تخليص محتجزيها من لدى حماس وباقي الفصائل، يعني وكل من خلصتهم هم يعني جثث، يعني استرجعتهم وهم جثث، بالتزامن مع تكثيف ووحشية غاراتها وعدوانها على قطاع غزة في هذه الأيام ومنذ استئناف العدوان، ما هو إلا مناورة للعودة للمفاوضات، فبالتالي التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لاسترجاع أو لتخليص محتجزيها لعقد صفقة جديدة؟ يعني منذ البداية كان الرهان الإسرائيلي على تخليص الرهائن بالقوة رهانا يمثل ذريعة لشن الحرب، وهي تعلم جيدا أن ذلك صعب جدا. كان صعب جدا في ميونخ في الألعاب الأولمبية في 1972، وكان أصعب في مطار عنتبي في أوغندا، وهو أصعب وأصعب جدا من دون شك في غزة. ولكن هذه هي الدعاية المرافقة للحرب. والآن مع الوقائع اليوم تعلن إسرائيل عن مقتل أو يعني 17 أو 19 إذا لم أكن مخطئا من بين الرهائن 135 الذين هم بيد الفصائل الفلسطينية. علينا أن نعلم شيئا مهما، من يخسر 1200 قتيل في يوم واحد في 7 أكتوبر، وبالنسبة لإسرائيل هذا الرقم كبير جدا، لم يحصل في حروب كثيرة وأول هزيمة مباشرة على يد الفلسطينيين، يمكن أن يخسر هؤلاء الرهائن. إذن على عكس المرات السابقة عندما كانت إسرائيل متمسكة بكل رهينة من الرهينة جلعاد شليط الذي بودل مقابله السنوار مع مئات المقاتلين، هذه المرة بتقديري الوضع مختلف. بالطبع يمكن أن تقول لي أن عائلات المحتجين وإسرائيل تتظاهر، لكن أقول لكم الجنرالات الذين هم الآن بيدهم الأمور في إسرائيل، لا، الرهائن هم من الجيش الإسرائيلي، ولذلك هم يقولون إنهم يبذلون كل الجهد، وأنهم حتى يستخدمون الآن الآلة العسكرية والضغط في المعارك كي تقبل حماس التفاوض من جديد حول إطلاق الرهائن. نحن الآن فعلا في معركة إرادات وكسر إرادة بين الطرفين. يعني وفق المعطيات برأيك ربما قريبا يتم التواصل من خلال هذه المفاوضات، يعني نوعا ما غير المباشرة والتي ربما تبدو المعلومات بشأنها شحيحة في هذه الأيام وفي ظل استمرار العدوان، يعني أن تفضي لشيء قريبا؟ أنا أؤكد لك بأنها أن هذه المفاوضات حسب معلوماتي لم تنقطع، وإذا كانت جمهورية مصر العربية معنية، لكن على ما يبدو الجانب الإسرائيلي يركز جهده على التعامل مع قطر ويكلف قطر بهذه المهمة، وقطر هي التي تلعب هذا الدور الكبير ما بين، لأنها هي التي كانت تمول حماس، عندها من يمول بإمكانه أصلا الحصول على أشياء، هكذا يفكر الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي. ولذلك حتى أحد المسؤولين القطريين قالها بوضوح أن مكاتب حركة حماس فتحت في الدوحة بناء على موافقة أمريكية وإسرائيلية، ولذلك هم يتفاوضون ويطالبون ويحاولون،
وهناك دوما اقتراحات تطرح بين الطرفين، ولكن السؤال الكبير من هذا التفاوض، من هذه الحرب التدميرية البشعة الهمجية التي لا سابق لها من ناحية التخلي الإنساني، من يدفع الثمن؟ شعب غزة، شعب الضفة الغربية يقدمان ثمنا وقربانا على مذبح لعبة الأمم. هل يمكن في هذه المرحلة يعني الحديث أو الحديث الإسرائيلي في هذه المرحلة عن ما بعد هذا العدوان على قطاع غزة وفي ظل استمرار هذه المجازر يبدو منطقيا برأيك دكتور خطار؟ إسرائيل دولة بعد الذي حصل معها في 7 من أكتوبر تتصرف بنوع من كما قلت كأنها تفكر حسب المتشددين فيها أنها معركة استقلال جديدة. وهنا سؤال كبير، أي استقلال وعن من؟ هذا احتلال. ما يجري في الضفة الغربية يعادل أيضا ما يجري في غزة وأكثر، والضفة الغربية مستهدفة بقوة. إسرائيل تفكر أمنيا فقط، تفكر بأن عليها تحييد الخطر من غزة، تحييد الخطر من الضفة الغربية. هذا المنطق الأمني لوحده لا ينفع. لكن نتنياهو يوم أمس هو يتحدث عن لا دولة فلسطينية ولا توحيد بين الضفة وغزة. هذا الذي أريد أن أقوله، الحل الأمني لوحده هو الحل العسكري وهم. يعني من دون الإقرار بالحق الفلسطيني لا يمكن أن يكون هناك استقرار وسلام، ولا يمكن لإسرائيل أن تكون آمنة. يمكن لإسرائيل أن تفكر أن مجالها الحيوي يصل إلى الهند، ولكن مشكلتها الأساسية مع الإنسان الفلسطيني، مع الطفل الفلسطيني، مع المسألة الفلسطينية. لا يمكن إذن إلا إيجاد الحل. الحل الواقعي الوحيد هو الدولتان، حل الدولتين. ولكن كيف حل الدولتين؟ هناك 700,000 مستوطن في الضفة الغربية، وهناك كل هذا التدمير في غزة، والآن الإصرار الإسرائيلي على مرحلة انتقالية في غزة. وهناك مسألة معقدة جدا، هي مستقبل الطبقة السياسية في إسرائيل، ومن سيحكم إسرائيل بعد نتنياهو وبعد هذه الحرب؟ هل نفس الطاقم المتشدد أو طاقم يقبل لغة الحوار؟ ومن سيدير الوضع الفلسطيني؟ هل ستكون هناك مصالحة بين كل فتح وبين فتح وحماس والفصائل الأخرى، أم ستكون هناك نخب فلسطينية جديدة؟ الأسئلة كبيرة، لكن كل هذا يجب ألا يمنع التفكير بالسلام. التفكير بالسلام ممكن ومعقول، وأظن أنه بالرغم من كل هذه البشاعة وبالرغم من كل هذه الهمجية، الواقع المرير هو الآتي: ليس هناك إلا إمكانية واحدة، العيش جنبا إلى جنب ولكن بكرامة. وهذا يتطلب من الجانب الإسرائيلي التفكير. لا مستقبل لإسرائيل في المنطقة من دون دولة فلسطينية بجوار إسرائيل، ومن دون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم. طيب، تطرقنا دكتور خطار يعني إلى المواقف الدولية بالنسبة للجانب الإسرائيلي ومدى التأثير. الآن الجانب الفلسطيني كيف يمكن أن يستغل هذا التغير في المواقف الدولية لصالحه، وبالتالي يعني الخروج ربما بحلول وبواقع جديد له؟ يعني هناك من الفلسطينيين من يعمل وبقوة، أبرز هؤلاء السفير الفلسطيني في لندن مثلا. هناك أصوات فلسطينية، الدكتور غسان أبو ستة الذي كان في غزة. كل هؤلاء في الماضي، نتذكر في أول مؤتمر للسلام في مدريد، كان الصوت الفلسطيني هو صوت حنان عشراوي وصوت فيصل الحسيني. فلسطين زاخرة بالإمكانيات. أقول هذه الأسماء لأنها خارج التنظيمات والمنظمات، وأقول أن النخب الفلسطينية كبيرة جدا، والدياسبورا إذا أردنا تسميتها أكد، الشتات الفلسطيني موجود بقوة حول العالم. مطلوب أيضا تحرير القرار الفلسطيني، أن يكون القرار الفلسطيني
كما كان يقول ياسر عرفات، قرارا مستقلا، قرارا بيد الفلسطينيين، قرارا بيد أبناء الضفة الغربية وأبناء غزة، وأن يتعاملوا سويا ويقرروا سويا. وهذه مسألة ربما تتطلب المزيد من الجرأة عند الفلسطينيين من أجل ترتيب البيت الفلسطيني. ترتيب البيت الفلسطيني أي ما تحاول واشنطن تسميته سلطة فلسطينية جديدة معززة، هذا ليس شأن واشنطن وباريس وغيرها، هذا شأن الفلسطينيين. ولكن للأمانة هذا الموضوع مهم جدا من أجل أعطاء المثل عن نموذج فلسطيني قادر على مواجهة هذه المرحلة بقوة.